بيقولوا إن الجن بيتشكل في أشكال كتيرة، ممكن كلب أسود، قطة سودة، أو أحياناً تعبان أسود أو عقرب، إنما إن الجن يتشكل في صورة فرد حمام فدي حاجة غريبة. وبرغم غرابتها إلا إن هي حقيقية وحصلت بالفعل، زي ما بيقول بطل الحكاية بتاعتنا. في واحدة من الدول العربية كان بيعيش شاب اسمه ساهر. ساهر كان شاب محترم جداً، كان محبوب بين أصحابه، لكن من وسط أصحابه الكتير دي في مرحلة الثانوية كان له صاحب معين اسمه سعد. سعد كان من أقرب الناس لساهر برغم اختلاف مستواهم الاجتماعي، يعني ساهر كان مستواه متوسط، أهله عندهم بيت عادي ووالده بيشتغل موظف، إنما سعد بقى فده كان ابن ناس قوي، ابن ناس أغنية، يعني واحد من اللي نقدر نقول عليهم اتولدوا في بقه معلقة ذهب. والده عنده شركات وبيوت، ومن ضمن أملاك والده كان عزبة معينة كده العيلة كلها بتقضي فيها الأجازات بتاعتهم. لكن في مرة من المرات العيلة كلها سافرت عشان تقضي أجازة نهاية الأسبوع في واحدة من الدول الأوروبية. وقتها العيلة سابت سعد عشان يذاكر، بس سعد بعد ما خلص مذاكرته كلم أقرب صاحب له ساهر. كلمه وقال له: إيه رأيك يا ساهر لما نخرج مع بعض؟ أنت خلصت مذاكرتك وأنا خلصت مذاكرتي، وإحنا الاتنين قاعدين ما بنعملش أي حاجة. وافق ساهر وقال له: طيب تعالى لي البيت، أو أنا أجي لك البيت نقعد مع بعض شوية. لكن سعد وقتها قال له: لا، أنا لو جيت لك البيت وقعدت معاك في بيتك، أو أنت جيت لي البيت وقعدت معايا في بيتي، فين الاختلاف بقى؟ ما ده بيت وده بيت. وقتها ساهر احتار وسأله: طب هنخرج ونروح فين؟ جاوبه سعد بسرعة وقال له من غير أي تفكير وكأنه محدد أو مخطط كويس جدا هو ناوي على إيه. سعد قال له: احنا هنروح العزبة بتاعتنا، كده كده أنا معايا مفاتيحها ومحدش موجود هناك، إيه رأيك بقى لما نخرج نقعد هناك سوا، وممكن كمان نبات هناك، كده كده التلاجة فيها أكل كتير جدا، وكمان في جهاز بلاي ستيشن والدنيا تمام. عجب ساهر الاقتراح ده جدا وكلم والده واستأذن منه، ولأن والد ساهر يعرف سعد كويس وافق، ووافق كمان إن هما يباتوا في العزبة لأنها ما كانتش في مكان بعيد عن بيت ساهر. وبالفعل جهز ساهر نفسه وسعد عدى عليه بالعربية بتاعته وراحوا للعزبة. ومع دخولهم للعزبة ما دخلوش جوه البيت أو الفيلا الصغيرة اللي متعودة العيلة إنها تبات فيها، ده سعد خد ساهر وقال له إن إحنا هنقعد الأول في الاستراحة لأن جواها جهاز البلاي ستيشن. وقتها ساهر سمع كلامه دخل معاه، وأول لما دخلوا للاستراحة اتفاجئوا بحاجة غريبة جدا. الاستراحة بتتكون من جزئين، جزء أول عامل زي الصالون كده ومنه بتدخل من باب صغير لأوضة فيها قاعدة عربي، وجنب الاستراحة على طول كان موجود مكتب خاص بوالد سعد. سعد وساهر أول لما دخلوا لقوا في الصالون بتاع الاستراحة فرد حمام لونه أسود، بصلوا ساهر وابتسم. أما سعد فتضايق جدا وبصل ساهر باستغراب وقال له: ازاي البتاع ده دخل هنا؟ دي الصالة ما فيهاش إلا شباك واحد بس وعالي جدا ومقفولة هو زي ما انت ما شايف. وقتها ساهر قال له انه ممكن يكون دخل من الباب او ممكن من اي مكان، مش مشكلة يعني، احنا ممكن نهشه ونطيره لبره او ممكن حتى نسيبه مكانه. لكن سعد لان هو كان شاب ومتهور وتملي دماغه طاقة منه وبيعمل تصرفات اندفاعية جدا، فخرج بسرعة من مكان الاستراحة وراح لمكتب والده. ساهر بيقول ان سعد ما تأخرش مفيش ثواني ورجع ومعاه مسدس. استغرب ساهر جدا من المسدس اللي مع سعد، سأله باستغراب عن السبب اللي خلاه يجيب المسدس ده، بصله سعد وابتسم وظهرت في عينه لمعة غريبة جدا. وقبل ما ساهر ينطق أو حتى سعد يتكلم كان سعد ضرب طلقة ناحية فرد الحمام ده، وبعد اللحظة اللي ضرب فيها سعد الطلقة بيقول ساهر إن المكان اتملى ريش وانه بسبب الرصاصة هو وسعد ودانهم وجعتهم جدا رغم ان المسدس كان فيه كاتم للصوت. بس الاغرب من ده كله بقى ان فرد الحمام ما كانش له اي بقايا، لا جثة ولا اي حاجة غير شوية شعر اسود انتشروا في المكان. وقتها ساهر اتضايق جدا من سعد وقال له: انت عملت كده ليه؟ بس دي مش مشكلة، المشكلة كانت زي ما هي برضو. والسؤال فضل حاير ما بينهم، جثة فرد الحمام راحت فين؟ في الحقيقة السؤال ده ما كانش له أي إجابة، لأن لا فرد الحمام ظهر له جثة ولا حتى ساهر وسعد لقوا نقطة دم واحدة في المكان. ما اهتمش سعد بالموضوع ونظف المكان من الشعر الأسود ده،
وبعد كده قال لساهر بتريقة إن فرد الحمام ده ممكن يكون جن، وخصوصاً إن هو لونه أسود. كان سعد بيقول كلامه ده لساهر وهو بيتريق، بس في الحقيقة هو ما كانش يعرف إن كلامه ممكن يكون حقيقة وممكن جداً يتسبب له في كارثة بعد كده. بعد ما ساهر وسعد رتبوا كل حاجة، وسعد كمان دخل الطبانجة تاني المكتب أبوه وقال لساهر إن أبوه لو سأله عن الطلقة اللي ضربت دي مثلاً هيقوله إن هو ضرب بيها ديب مثلاً طلع عليهم ولا حاجة. دخلوا الاثنين وفضلوا يلعبوا بلاي ستيشن لحد الصبح، والحقيقة إن الموضوع خرج من دماغهم تماماً بمرور الوقت، ومفيش أي حاجة غريبة حصلت أصلاً. وحتى أهل سعد لما رجعوا من برة قعدوا فترة كبيرة ما بيروحوش المزرعة. لكن المشكلة الكبيرة بقى هنا إن ساهر كانت بتجيله كوابيس غريبة، والكوابيس دي استمرت معاه لمدة أيام. مرة يشوف في كابوس إن هو واقف في عزبة أبو سعد وقصادهم خيال أسود طويل قوي، والخيال ده بيقرب منهم ويفضل يخنق في سعد لحد لما يموته. ومرة يشوف إن هما الاتنين واقفين ومتكتفين في نفس المكان بتاع الاستراحة، وفجأة بتيجي طفلة من مكان غريب وبتضرب في راس سعد. واستمرت الكوابيس بالنسبة لساهر لحد لما قرر أخيرا إن هو يحكي لسعد. بس طبعا لما حكى لسعد، سعد استقبل كلام صاحبه ده باستهزاء، وقال له ببساطة كده إن الكوابيس دي سببها عقله الباطن، وده لأن هو اقتنع من جواه إن فرد الحمام ممكن يكون جن زي ما هو ما قاله، وكمان جثة فرد الحمام اللي اختفت مسببة له قلق غير مفهوم، وعشان كده عقله الباطن صور له الحاجات الغريبة دي، حاجات مش منطقية، والحاجات دي خرجت في صورة أحلام أو كوابيس زي ما هو بيقول. وقتها ساهر اتعصب جدا على سعد وقال له إن اللي حصل ده كله مش منطقي أصلا. إيه اللي خلاك يا عم سعد تجيب طبنجة وتضرب فرد الحمام اللي كان واقف مكانه ما بيعملش أي حاجة؟ وبعدين فرد الحمام أصلا كان غريب، أي حمام لما بني آدم بيقرب منه أو حتى بيدخل المكان اللي هو فيه بيتحرك أو بيطير من مكانه، لكن الفرد ده ما تحركش ولا تهز حتى، بل بالعكس بقى ده فضل واقف في مكانه لحد لما سعد جاب الطبنجة وضربه بيها. وطبعا الحاجة الأغرب من كل ده إنه اختفى، ما ظهرلوش أي جثة ولا حتى ظهرت منه نقطة دم واحدة. حاول سعد يخفف عن ساهر وغير الموضوع، لحد ما بعد 40 يوم بالظبط عن اللي حصل ده، وفي ليلة كان ساهر نايم فيها حلم بحلم غريب جدا، حلم خلاه صاحي في عز الفجر وهو مش قادر يتنفس. ساهر حلم ان هو واقف عند مكان زي كوبري وتحته مية نهر، كان واقف وبيبص على المية دي وهو مستغرب، وفجأة سمع من وراه صوت غليظ، صوت بينطق باسم صاحبه سعد. استغرب ساهر وبص وراه، وساعتها اتفزع لما لقى خيال طويل، وقبل ما يتكلم او يقول للخيال ده اي حاجة زقوا الخيال في صدره عشان يقع في المية. حاول يقاوم او يعوم عشان يخرج بس مفيش، كل محاولاته للخروج كانت فاشلة، وده كان شيء غريب جدا. ومش غريب بسبب ان هو ما خرجش وبس، لا ده كان غريب لان هو كان حاسس انه متكتف من رجليه زي ما تكون في حاجة مكتفاه. حاول يقوم مرة واثنين وتلاتة لحد لما حس ان هو بيتخنق، المية بتملى الرئة بتاعته، ومرة واحدة قبل ما يستسلم للغرق والموت صحي من النوم. عدى على الحلم او الكابوس ده يومين، وفي اليوم التالت جه سعد لساهر البيت وقال ان هو والشلة بتاعته هيروحوا عشان ينطوا من على كوبري معين للمية اللي تحته على طول. الكلام ده ما كانش غريب على ساهر، كده كده الشباب بتنط من على الكوبري ده وبيقوموا كمان عادي. لكن ساهر وقتها افتكر الحلم وقال لسعد لا انا لو رحت ونطيت هموت. ابتسم سعد وقال له ماشي يا عم تعال معانا واحنا والله مش هنخليك تنط، بس تعال واتفرج علينا اقف معانا وبس. سمع ساهر كلام سعد وراح معاهم، بس وقت ما الشباب كانوا بينطوا قبل ما سعد ما ينط ساهر حس بنغزه في قلبه، حاجه غريبه كده حس بيها زي ما يكون في كائن خفي بيطبق على صدره ودانه. لحظات نفسه اتكتم فيها وحس ان هو مش سامع اي حاجه، وفي وسط احساسه الغريب ده افتكر حاجه، افتكر ان المقصود بالحلم او الكابوس ممكن ما يبقاش هو، ممكن سعد. فاق من التوهة اللي كان فيها وكان رايح جري ناحية سعد، كان رايح يقول له ما تنطش، لكن وقتها اتدخل واحد من صحابهم وسحب سعد من دراعه وكان بيسأله عن السبب اللي خلاه ما ينطش. ووقت ما كان بيبص ساهر لزميله سعد نط، وياريته ما كان نط. سعد بعد ما نط في المية ما طلعش، غطس وما قبش تاني. فضلوا أصحابه يدوروا عليه لدقايق كتير جدا، ولما غلبوا خالص بلغوا أهله باللي دورهم، بلغوا البوليس
وفضل البوليس يبحث عن جثة سعد الأيام وأيام، وبعد حوالي يومين أو ثلاثة قدروا فعلا إن هو يوصلوا لجثة سعد. كانت ظهرت على وش المية وهي منتفخة، والغريب بقى إن هم لقوا على رجليه أثار لجروح أو أثار لخرابيش. وقتها بعد ما ظهرت الجثة الطب الشرعي قال إن الخرابيش دي سببها إن سعد لما نط رجليه اتحشرت في عمدان حديدية تحت الكوبري، ولما حاول يطلع معرفش فغرق وفضل في مكانه تحت خالص لحد لما مات والجثة اتنفخت، ومع الوقت الجثة طلعت لوحدها وظهرت على المية. ده كان كلام الطب الشرعي. لكن ساهر كان شايف ان الموضوع ده فيه حاجة غريبة، حاجة مش مفهومة ومبهمة، حاجة سببها فرد الحمام اللي سعد قتله. وطبعا ساهر عاش فترة كبيرة جدا بعد الموضوع ده في ضيق وحزن، واستمرت الكوابيس معاه حتى بعد ما صاحبه ما مات. كوابيس بيحلف ساهر وبيقول انها فضلت من ازماله شهور، لكنه مع الوقت قدر يتجاوز اللي حصل ده وقدر يعدي فترة الحزن دي على وفاة صاحبه. بس في نفس السنة وفي نفس الوقت اللي سعد مات فيه او اتقتل فيه فرد الحمام ده كمان، لازم ساهر كان يحلم بنفس التفاصيل اللي حصلت. بس المختلف في الحلم عن الحقيقة ان سعد بعد ما بيقتل فرد الحمام ملامحه بتتبدل من الملامح العادية لملامح منتفخة وشحبة كأنه غرقان بالظبط، وكل ده بحسب كلام ساهر. ساهر اللي مازال عايش لحد النهاردة وبيقول إنها حصلت بالفعل. بس المهم رأيك أنت، مصدق الحكاية دي ولا لأ؟ وهل لو مصدق تفتكر إن سبب موت سعد هو سبب عادي، ولا زي ما ساهر ما بيقول موته غرقان كان بسبب إن هو قتل فرد الحمام، فرد الحمام الأسود اللي بيقول ان هو مسكون بالجن؟ يا ترى رأيك ايه؟ وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.